انت كنت عايزنا نرجع لبعض صح؟ اكيد طبعا اتمنى، بس انا ليا شرط. شروطي زي ما انت عايزه. تطلق ليلى. مالك اسبهلت كده ليه؟ لا خالص، انا كنت متوقع ان انت تطلبي مني الطلب ده. طب كويس انك انت كنت متوقع. ايه بقى؟ الحقيقة لو كنت طلبت الطلب ده مني امبارح كنت وافقت من غير ما افكر. وايه اللي حصل من امبارح للنهارده؟ ليلى لسه مبلغاني ان هي حامل. ادخلي لي على الكمبيوتر بتاع دكتور هشام. يا عم كلمها انت ارجوك، انا بحب جميله من زمان، حاسس ان احنا فعلا مخلوقين لبعض. حبي ليها عمر ما قل، قبل جوازها زي بعد جوازها، وهي نجمه واقفه على المسرح والناس بتسقف لها، او هي لابسه النقاب ومش عارفه هي عايزه ايه. حبي ليها عمر ما اتغير. عايزني اكلمك زي ما بكلم ولادي، ولا زي ما بكلم واحد جاي يطلب ايد بنتي؟ يا ريت زي حد من ولادك، انا معتبر حضرتك زي ابويا اللي اتولدت لقيته مات الله يرحمه. ويرحمنا جميعا. بص يا ابني، جميلة جايز تكون بتحبك، لكن تجربتها خلتها متوترة متعرفش حقيقة مشاعرها، وجايز تكون بتعتبرك مجرد صديق عزيز وأخ. انت قلت وصرحت، وهي ذكية وفهمت. أنا لو كنت مكانك مش هعمل أكتر من اللي أنت عملته، بس كنت همشي في حياتي، مش هضغط أكتر من كده. هسيبها، لو عايزاني هتيجي بنفسها، لو مش عايزة أنت هتحس وتعرف. بس في الحالة دي لازم تكون فاهم اللي بينك وبين جميلة العشرة وصداقة ود غالي أوي ملوش تمن، وجايز يكون أقوى كتير من اللي كان بينها وبين هشام حتى لو كان مختلف. والله العظيم أنا كنت هسيب ليلى، بس المشكلة إن هي حامل. لا طبعاً، لازم تفكر في ابنك أو بنتك زي ما بتفكر في شوشو. طب والحل؟ مش عارفة. أنا لسه بحبها يا دكتور. ومجيها لحد هنا يقول إن هي كمان لسه بتحبك. بس أنت أهم من ليلى هو المهم بالنسبة لها، مش حبها ليه؟ مجروحة. دول كانوا أصحاب عمر. لا لا مش بس المشكلة اللي بينهم مش أنا يا دكتورة، ده عودة من هم عيال صغيرة. معلش، جميلة مصدومة وعندها حق. استنى لما تهدى شوية وبعدين يبقى أكلمها. 1 2 3 and up. 1 2 3. جميلة تعالي عايزاكي دقيقة. كملوا. 1 2 3. تليفونك مش مبطل، شكل حد عمال يبعت لك رسايل. دي ليلى. ها بصي بقى، انا جوزي مش هيتخطف مني. شغل السهوكه بتاعتك دي بقى كان زمان لما كنت عيله صغيره وكنت بتاخدي مني اي حاجه. بطلي غل بقى وسيبيني في حالي. انا ما صدقت اتجوزت واحد بيحبني وبيموت فيا، ومهما عملتي مش هيرجع لك، ما يقدرش يسيبني. لو عندك شويه كرامه ما تروحيش بقى زي العيال تسمعي الرساله وتقعدي يا حرام تعيطي. اكبري وخلي التحدي والمعارك بينا، وابعدي عنه خالص، فاهمه؟ اه يا ما نفسي تيجي على سكتي بنت القديمه دي، كنت جبتها من شعرها كده ومخمطتها في الارض. انت ليه عايز تعقدي كل حاجه؟ ليه ما تسيبيش الحب يفرض كلمته عليا وعليكي؟ الحب اللي انت بتتكلم عليه يا هشام، حب ليكي وحبك ليا،
انت لو كنت بتحبيني بجد ما كنتش عملت اللي عملته. جميلة، احنا جايين نتكلم في اللي جاي ولا في اللي فات؟ اللي فات اساس اللي جاي. والله العظيم انا اتفاجئت بموضوع الحمل ده. انت طلقتني وكان معايا عيشة. انت اللي خلعتيني يا جميلة. وليلى لو عايز تتطلق انا مش ليلى وانت عارف كده كويس. عارف ومتاكد وعشان كده ندمان. بس انا برضه مش عايز اسلم لحد ملوش ذنب في اللي بيحصل ما بيني. حقك. بس انا كمان حقي ان انا اعيش مبسوطه واكون راضيه بحياتي. انا بكبر مش بصغر يا هشام. يعني في امل؟ يعني لو ما كانش في امل كان زماننا كلنا انتحرنا. عيش على الامل ده. عيش. دي شحنة التوريدات اللي احنا اتفقنا عليها، عارفة مكسبنا فيها قد ايه؟ فرحيني. حذري. قولي بقى. 80% يا ستي. 80%؟ مصر دي غريبة جدا. محدش بره بيكسب 80% دي أبدا. ولسه لسه هوريكي كريم ده كان بينصب عليكي قد ايه؟ ايه؟ لسه بتحبيه ولا ايه؟ خدته عيل عبيط وعملت منه راجل. ما تندميش على حاجة. أنا مش ندمانة. باين. ألو. هاي ياسمين. مس ليلى ازيك وحشتيني. وأنت كمان. والله الاخبار عندك انت مش عندنا. هو انا ينفع اشوف حضرتك؟ ليه في ايه خير؟ هو هشام فين؟ في العمليات وقصاده يجي 3 ساعات كده. والله وانت بقى مش معاه ليه؟ ما انا كنت عايزاكي عشان كده. اوكي هبعت لك العنوان حالا. باي. شوشو يا شوشو. نعم يا لولتي. تعالي يا حب عمر لولتي. وحشتيني. قولي لي بقى اخبار المذاكره ايه؟ جود. طب والسواق الجديد عامل ايه؟ جود هو كمان ولا لا؟ بيوصلك في مواعيدك ولا لا المدرسه؟ انكل شادي هو اللي بيوصلني. انكل شادي؟ انكل شادي ازاي يعني؟ بياخدني بيوديني عند ماما وبياخد ورد معايا عشان يدوهنا. طول عمره انكل شادي ده بيحب مامتك قوي. ماما دام بيجيب لها ورد يبقى بيحبها. قومي ذاكري قومي ذاكري يلا. ماما دام بيجيب لها ورد يبقى بيحبها.